يعني نحافظوا على الإجراءات الوقائية، نكفوا من العدوى، وإذا نكفوا من مخاطر مطروحة لنا، ولله الحمد بلدنا إلى حد الآن تعاملوا مع الجائحة أعطت نتائج فوق المكان المتوقع، ولله الحمد ولله الحمد. اليوم محيطنا الجغرافي الجائحة فيه متزايدة وللأسف، وإحنا فينا تتناقص، ولكن ما لنا بعيد عن أن تخلق حادث تطور هذه المؤشرات. إذا يلتنا ما ننسوا عن الأساسي هو احترام التوجيهات الطبية اللي صادرة عن وزارة الصحة وزارة عن منظمة الدولية للصحة، على أن الوباء في الوقت اللي إحنا فيه اليوم أشبه دوله هو الوقاية.